هادين بين ملك الطيور وملك الحيوانات، ومتواجد في شتى أنواع الحضارات، مخلوق الجريفن. معكم خالد من قناة علم الأساطير، ونبدأ في الفيديو. جسد مخلوق الجريفن هو مزيج بين النسر والأسد، فله رأس وأجنحة نسر وجسم وذيل أسد، وأرجلها الأمامية أرجل نسر والخلفية أرجل أسد. وبهذا المزيج فهو يعتبر مخلوق قوي جدا. ظهر مخلوق الجريفن في كثير من الحضارات، في الفارسية، المصرية القديمة، الإغريقية، الهندية، وظهر أيضا في أوروبا العصور المظلمة. يسكن الجريفن في الأماكن المرتفعة مثل الهضاب والجبال العالية، ويبني عشه في هذه الأماكن بطريقة مشابهة للطيور، ولكن بعض المواد اللي يستخدمها في البناء هي مادة الذهب، فعشه مليء بالذهب. ولهذا السبب في الحضارة الهندية القديمة كانوا صائدي الكنوز يبحثوا عن عش الجريفن للعثور على هذا الذهب. وفي الحضارة الإغريقية قصص ركوب أحد الآلهة في مخلوق الجريفن. وفي أوروبا العصور المظلمة تعتبر بعض الأجزاء من جسده فيها خاصية العلاج، وبالأخص ريش الجريفن يعالج العمى ويرجع البصر. يربي مخلوق الجريفن صغاره نفس الحيوانات الثدية، وفي حال أراد أنه يأكل أو يطعم صغاره يصطاد الحيوانات الكبيرة مثل الخراف والأحصنة والأبقار، ويطير فيها العشة ويتغذى عليها. مخلوق الجريفن يكتفي بشريك واحد في حياته، فلما يموت شريكه ما يرتبط مرة أخرى ويظل وحيد إلى آخر حياته. واللي قاعد تشاهد الفيديو ارتبط معانا في القناة واشترك فيها، واللي يدل على ارتباطك هو زر اللايك. يستخدم رمز الجريفن في كثير من الأشياء مثل التماثيل، الأدب، الشعارات، المتاحف، القطع النقدية، وحتى أنه كان ينقش على الدروع والأسلحة، لأن الجريفن يرمز للحكمة والقوة. من أشهر الأفلام اللي ظهر فيها مخلوق الجريفن هي فيلم هاري بوتر The Chronicle of Narnia وفيلم ووركرافت، وأشهر الألعاب World of Warcraft ولعبة The Witcher. وهذا الفيديو اهداء لسليمان محمد ومستر جي 360، وفي امان الله.